نعم تكلمنا عن القسم الثاني. الله يفتح عليك. يقول تكلمنا عن القسم الثاني. ما شاء الله الآن بدأ النشاط. نعم القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ أنواع التوحيد الثلاثة. وقلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه بالربوبية بالأسماء والصفات. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. المسألة الثالثة وسطية التعامل، ولا بد أن نميز بين اليهودي والنصراني والمسلم. المسلم لا بد يتميز، لكن هذا التميز لا بد أن يكون بالوسطية. الوسطية لا يمكن أن تأتي إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة لا إشكال. نعم والله أعلم.